بمشاركة إصدارات أكثر من 30 دار نشر عربية وعالمية، افتتح ملتقى الكتاب الهادف في مدينة إسطنبول بتركيا، والذي يتضمن كتب أطفال لمختلف الأعمار وقصص هادفة، مناهج تعليمية بعدة لغات. حاولنا في هذا الملتقى أن نوفر تشكيلة غنية من الأميز الإصدارات دور النشر العربية والعالمية في مجالات الفكر والثقافة والتربية والأطفال والمكتبة الإسلامية وغيرها من العلوم والفنون التاريخ والحضارة. نتمنى إن شاء الله تعالى أن نكون وفقنا في هذه الفعالية لإضافة قيمة نوعية للأسرة العربية والقارئ والمثقف بشكل عام. أمر جيد وجميل أن نعود مرة أخرى للقاء مباشرة مع الجمهور، سواء من خلال الكتب التي تباع أو من خلال المحاضرات الهادفة التي يقوم الملتقى بترتيبها. وشرفت أن أكون أحد الضيوف في هذا الملتقى، ويعني أتطلع لحضور فعاليات أخرى في إطار الملتقى ومقابلة الناشرين المشاركين.